حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت في ليلتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من المنزل صلوات ربي وسلامه عليه في الليل فتبعته عائشة رضي الله عنها، فإذا هو قد زار البقيع صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله فماذا أقول يعني إذا جئت البقيع، فماذا أقول إذا جئت البقيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين، أنتم السابقون اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وهذا الحديث صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول إذا ذهبت إلى القبور، وظاهر هذا الحديث أنه تزور القبور كما يزور الرجل. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت أخاها عبد الرحمن بعد موته، لم تحضر وفاته، لما جاءت بأنه مات أخوها عبد الرحمن فذهبت إليه في قبره وزارته، فقال لها ابن أبي مليكة ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالت نهى ثم أذن بذلك. وذاك جاء في الحديث المشهور في صحيح مسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا كان عاما للرجال والنساء، فالنهي كان عاما للرجال والنساء، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والأصل أيضا كما كان النهي عاما أيضا الإباحة تكون عامة، ألا فزوروها، وألا فزوروها هنا تحتمل الإباحة وتحتمل السنية، ألا فزوروها. والأقرب السنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خارج صحيح مسلم فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا من اللذات عند الترمذي، وهذا يكون أيضا في زيارة القبور. إذن عندنا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح صحيح مسلم، وحديث عائشة عند الحاكم اللي هو مزار قبر أخيها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا في صحيح مسلم. ثم كذلك حديث أم عطية الذي مر بنا نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، قالوا إذا النهي عن اتباع الجناز وليس عن زيارة القبور بدليل قولها ولم يعزم علينا. ثم كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر فقال لها أصبري أمة الله، وهي تبكي قال أصبري أمة الله، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على أسلوبها، يعني كيف تقول للنبي هذا الكلام صلى الله عليه وسلم إنك لم تصب بمصيبتي إليك عني، ما يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنكروا عليها قالت والله ما عرفته، يعني ما أدري إن هذا رسول الله، لو أدري ما رددت هذا الرد، ما أعرفه، تقول والله ما عرفته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول فاستأذنت فلم أجد حاجبا يعني يمنع من دخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لي فقلت يا رسول الله والله ما عرفتك فالآن أصبر، أنا لو كنت عرفتك كنت استجبت، لكن رددت عليك هذا الرد لأني ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند صدمتي الأولى. فالنبي نهاها عن عدم الصبر ولم ينهاها عن زيارة القبر.